بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا دلوقتي نحل الامتحان الاورال. دلوقتي بيقول لك communication session ما بين two components، يعني ما بين two components في الهوسبيتال مثلا، في اي هوسبيتال سيستم. طبعا احنا عارفين ان هما بيتكلموا عن طريق الدي اي كوم، مش كده؟ طيب جميل. فهما ساعتها كل طرف منهم بيبقى اسمهم application entity، اللي هي اختصار ل اي اللي هو application entity. وعايز اقول لك برضو على نقطة مهمة عايزك تاخد بالك برضو منها. لما احنا لو هو جه بقى يحدد الموضوع بالتفصيل اكتر وقال لك مثلا اللي هو الكومبوننت اللي بيطلب الخدمه او الكومبوننت اللي بيقدم الخدمه، فخلي بالك من حاجه. مش احنا اتفقنا ان الكومبوننتس بيتواصلوا مع بعض، صح؟ الطبيعي ان في كومبوننت بيطلب حاجه وان التاني بيرد عليه. فهو الفكره ان السيرفر او اللي هو اللي بيقدم الخدمه اسمه اس سي بي، ماشي؟ اللي هو اس سي بي اللي هو سيرفيس كلاس بروفايدر، والكلاينت اسمه اس سي يو اللي هو سيرفيس كلاس يوزر. يبقى ده يوزر، تمام؟ ده المستخدم، ده اللي بيطلب، وده البروفايدر، ده اللي بيبروفايد الخدمه اصلا نفسها. كل واحد منهم اسمهم ايه؟ اسمهم ابلكيشن انتيتي. بنعمل ما بينهم سيشن، بيتواصلوا مع بعض عن طريق طبعا دي اي كوم، وبعدين بنخلص الايه الحاجه المطلوبه، بيطلبوا مثلا سيرفيس من بعض او ايا كان، ماشي؟ حلو. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ليفلز اني دينستي ان هوموجينيتي، ماشي؟ resulting in noise free image without edges. يبقى هي دي طريقة من الديفيوجن عموما، اكيد واضح من الاختيارات يعني. فهو احنا لما كنا اتكلمنا عن الديفيوجن، لو حد كان فاكر ان احنا كنا قلنا ان احنا كان في ثلاث انواع، صح كده؟ طيب الفكرة كلها اللي انا كان في نوع كان اصلا بيشيل الايدجز خالص، تمام؟ اللي هو كان اللي هو الهوموجينيوس. شوف كده هنا الهوموجينيوس ده كان لو انا كان عندي ايدج هنا بيشيلها خالص، الانهوموجينيوس بيقل عند الايدجز، اما الانستروبيك ده بيشتغل اكروس الايدج اصلا، يعني هو بيعمل سموثينج اكروس الايدج ذات نفسها، وبالتالي هو ممكن يقلل النويز على الايدج ذات نفسها وبيحافظ على الايه على الايدج. فهو بيقول لك هنا نويز فري ايمج، يعني ايمج من غير اي نويز، ولكن ما فيهاش ايه ما فيهاش ايدج. يبقى ده اي طريقه، ده الهوموجينيوس ديفيوجن. حلو كده، جميل. طيب بيقول لك كونتراست اسيومز ا ماكسيمم لومينانس. يبقى طبعا هو هنا بيتكلم على طرق حساب الكونتراست، تمام؟ احنا كنا اتكلمنا عن مايكلسون، الجلوبال، الروت مين سكوير، الانتروبي، والكو اكيرنس، صح كده؟ حلو. بيقول لك assume the maximum luminance it's useful measure to quantify an inefficient usage of available intensity range. خلينا نشوف النقطة ده هي برضو عشان هي من النقط المهمة. كونتراست، انا كل شوية بكتبها غلط. كونتراست، ماشي؟ لا خلينا نعمل بشكل اذكى شوية. جلوبال اهو. اللي بقى جلوبال كونتراست، لاحظ ان هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيبقى مفيد امتى؟ علشان يقول لك لو في inefficient use، يعني لو انت استخدمت القيم اللي عندك بشكل مش كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا اللي انت كان عندك من 0 ل 255، انت كل القيم اللي اخترتها مثلا ما بين 50 و100 بس، وبالتالي ده بيدل ايه؟ الجلوبال كونتراست بيقول لك ان انت استخدمت مثلا حاجه بتكون inefficient، او بشكل مش ايه مش افضل استغلال للرينج اللي عندك. كأن انا قلت لك خد مثلا ال 200 جنيه دهيت، انت بس قلت ايه؟ لا ده انا هكتفي ب 10 جنيه منها. طب ما تاخد ال 200 كلها، صح؟ يبقى هو هنا بيقول لك ال inefficient usage للايه؟ للانتنسيتي رينج. يبقى ده طبعا الجلوبال، ماشي. احنا كنا اتكلمنا عن ال SLIC اللي هو كان بيعمل لوكال كلاسترنج، تمام؟ عن طريق ان هو كانه بيجيب كل شويه كده مع بعض، وبيبدا اللي هو يجمعهم مع بعض، وبيبدا بمجموعه من السيدد بوينتس بالشكل دهوت، اللي بدي مجموعه من السيدد بوينتس. فهو بيبدا يعمل كلاسترنج للبيكسلز ديت بناء على مثلا شرط التجانس اللي ما بينهم، اللي هو يكون ايه متحقق. وبالتالي هو دايما بيركز على فكره ان البيكسلز بيبقى لها مكان معين وقيمه انتنسيتي معينه، وبالتالي هو بيجمع مجموعه من البيكسلز بناء على مكانهم اللي هم قريبين من بعض يعني، وبناء على قيمه الانتنسيتي اللي فيهم اللي هو شرط التجانس يعني اللي ما بينهم، تمام؟ يبقى ده فكره اللي انت اصلا هنا بتكون ايه فكره السوبر بيكسلز. حلو. ماشي، يبقى احنا كده حلناها. بيقول لك هنا a new strategy to deal with the analysis in large image repository in radiomics. يبقى هنا انت ما بتتكلمش مثلا عن اللي انت بتشتغل الاناليسيس بتاعك بيبقى في عياده مثلا، او لمجرد حاله طبيه او diagnosis. لا، هنا انت بتتكلم اللي انت بتروح مثلا مكان مركز اشعه، وبتاخد كل الصور اللي فيه، وبتبدا اللي انت تعمل study في الابدمولوجي اللي هو علم الاوبئه وكده. وبالتالي طبعا دي بنسميها الكوهرت study في الابدمولوجي. خلي بالك ان هي برضو كان عندي انواع تانية في اللي هي فكرة استخدامنا اصلا للميديكال ايمج اناليسيس. كان عندي مثلا زي ما احنا اتفقنا الكوهرت ستادي، كان عندي مثلا الكلينيكال ستادي اللي هو الدايجنوستيك سبورت اللي هو بس مساعدة في مجموعة من السنجل كيسز. وخلي بالك هنا
في كي وورد انا معلمها برده ببولد، دي بتبقى كي ووردز. وطبعا اناليسيز مثلا للتريتمنت بلان اللي هو الخطه العلاجيه اللي مثلا ممكن بيشنت يمشي بيه، وطبعا اللي هو الكمبيوتر اسيستد سيرجري اللي هو الجراحه، ودي طبعا لازم نكون ملتزمين بيها بالاي تايم كونسترينتس. ماشي حلو، يبقى دي طبعا كورس ستادي في الابيدمولوجي. طيب بيقول لك was developed for standardizing communication ما بين clinical information system. هنا ليه انا ما اخترتش ال DICOM؟ علشان ال DICOM زي ما احنا كنا قلنا ان هو communicating images بس الصور، اما هنا ده بيعمل standardize عموما ما بين ال ايه ال clinical information system اللي هي ما بين الانظمه اللي بتكون جوه المستشفى عموما، يبقى ده ال HL7. تمام حلو. طبعا ال HL7 بيبقى الرسائل بتاعته او المسجز بيبقى لها فورمات معينه بتكون مبنيه على ال RIM، ماشي اللي هو الريفرنس انفورميشن موديل. طيب اللي بتختص بيه السنجل كيسز اللي زي ما احنا كنا قلنا من شويه اللي هي كمبيوتر اسيستد دايجنوسيس، تمام، اللي هي من الانواع اللي احنا لسه ناقشناها حالا اهو، اللي هو سنجل كيسز اللي بقى ده دايجنوسيس سبورت اللي هو كمبيوتر اسيستد ايه دايجنوسيس اللي هو مساعده بس في التشخيص، بنساعد مثلا الاكسبرت في اللي احنا بنساعده في تشخيص وكده. ماشي، recently have the knowledge to make a well-founded decision based on the images. يبقى الراديولوجيست ده هو ده فكرة ان هو الحد الخبير اللي هيجي يقول لك مثلا الديسيجن على الايمجز اللي احنا وريناها له. يعني مثلا احنا اخدنا ايمج وقلنا مثلا ان هنا في مشكلة ما في انيوريزم مثلا او في مشكلة ما هنا، بنديها للراجل بتاع الاشعة وهو يبدأ اللي هو يقول لي مثلا الخبرة بتاعته او كلام من ده. تمام، السؤال ده صراحة مش منطقي قوي بعض الأسباب اللي مش هقولها، ولكن إيه يعني خلينا نعرفه كده خلاص. النويز ريدكشن بيقول لك assumes that noise is normally distributed. يبقى مين اللي كان بيفترض إن النويز بتبقى متوزعة بشكل نورمال؟ اللي بيبقى ده طبعا الميديان فلترنج، وإحنا كنا ناقشنا الجزئية دي وقلنا إن النويز بتبقى عشوائية، فهو كل طريقة فلترنج بتفترض حاجة معينة وبناء على افتراضها فهي بتطبق عليه، وممكن طبعا ساعتها إيه عشان كده أصلا مفيش طريقة بيرفكت فيهم يعني. طيب يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة ل 2021، المد والأورال والإكزام ده حوالي مثلا سي اللي هم تقريبا 80 سؤال كويسين. باقي الأسئلة دهيت يعني سي اللي هم هتلاقيهم اللي هم مكررين شوية، وأصلا حتى هتلاقي فيه هنا نوت جنب كل سؤال، معرفش صراحة مين اللي عامله بس يعني ما شاء الله مجهود جميل. هتلاقي نوت كده مكتوب مثلا ايه الحتة دهيت موجودة فين في مثلا السلايدز أو كده. فأهم حاجة نخلص بس بتاع السنة اللي فاتت، وبعدين لو حد عنده وقت يشوف بقى اللي بعده إن شاء الله، لكن إن شاء الله يعني البلاي ليست كده هتخلص عند القدر ده.